خلافا للمعتزلة، وهو لم يتعرف على مذهب أهل السنة. ثم بعد ذلك وقع بيده كتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلما قرأه وعرف أن هذه عقيدة أحمد بن حنبل عقيدة الأمة، تراجع من كل ما كان عليه وقال أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل. عشت يا سبع بالبلد عندنا بيقولوا. هاي قصة أنه الأشعري وجد كتاب لأحمد فقرأه فتبرأ من المذهب الكلابي، على اعتبار أنه كان معتزلي ثم كلابي ثم يعني صار على مذهب السلف. هذه قضية أنه لا كتاب لأحمد، هاي بدنا نعمل لك عليها مجلس، هاي لأنه هاي أولا من كيسك، ثانيا أحمد ما أصلا ما ألف كتب، هذا كتاب أصلا اللي يعني كتب في العقيدة. حتى بالفقه كان يرى وضع الكتب في غير الحديث، كان يضعها كان يجعلها بدعة أصلا هذه. ولما قيل له ابن المبارك كان يعني يعمل الكتب، قال ابن المبارك لم ينزل من السماء وجملكم عليه وثائق. حتى هذا كتاب الرد على الجهمية والزنادقة قال للذهبي هذا موضوع على أحمد. وأحمد أصلا كما يقول ابن تيمية كان ينهى الناس عن تقليده بالفقه فضلا عن أحد يقلده في العقيدة أو كذا. هذه معملك عليها مجلس، هاي أصلا ما لا يعني أنا ما وجدت هذه القصة، منين جبتها هاي أصلا أنت؟ لكن هلأ خلينا في المهم. ورجع إلى مذهب أهل السنة والتزمه حتى توفي، حتى توفي ومات كافرا كما يقول بعض الوهابية، كما يقول أحد الوهابية شو يقول أبي الحسن، أبي الحسن الأشعري مات معطلا كافرا. ما جبنا لكم أنه من تيمية ينقلها لك تكافأت عنده الأدلة ومات على ذلك. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الإمام الأشعري وجد كتابا للإمام أحمد قرأه وصار على مذهب السلف. أي كتاب قرأه؟ ما يكون كتاب اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل اللي ألفه التميمي بعد الأشعري هذا طبعا، يعني مجاراة له. أن نكون أحمد ليس له كتب، يعني على الراجح أنه لم يكتب كتب في العقائد وكذا، يمكن له بعض رسائل يعني مثل رسالة أصول السنة وكذا، صفحة أو صفحتين أو كذا. المهم أي أنا مرة نفس الشيء كمان دمشقية قال لي لماذا، أو قال الأشعري تبعكم رجع لمذهب أحمد، لماذا لا تصير لماذا لا تصبحوا أنتم مثله، لازم تكونوا حنابلة. قلت له أنت بتقبل بأحمد بن حنبل؟ فرحت عملت له فيديوين ثلاثة جبت له عقيدة أحمد من هذا الكتاب اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فالوهابي سبوني تحت قال ذاك كتاب كذب ليس لأحمد ولا كذا ولا يثبت عنه ولا. طيب إذن احنا ما لسنا متفقين على كتب لأحمد واعتقاد أحمد أصلا في روايات، وتعال بعدين أجيب لك يعني بعض العقائد المروية عن أحمد. أولا في عندك التفويض كان يقول به، في عندك التأويل أيضا كان يقول به في بعض يعني النصوص. تفويض، وأنا أجيب لك في منشور سبع روايات عن أحمد في قضية التفويض، منها قوله المشهور أنه نؤمن بها ولا كيف ولا معنى، مش أنه نثبت المعنى على ظاهره الحسي ونفوض الكيف، نثبت أيضا الكيف لكن نفوضه ولا نخوض فيه إلى الله، لا لك ولا كيف ولا معنى. لذلك هذه أولها ابن تيمية. أيضا قال في هذا الكتاب ومن تكلم في معناه ابتدع قبل أن يموت بيومين، أنت بتحبوها قبل فلان الأشعري قبل خمس دقائق من وفاته تاب ورجع مذهب السلف. طيب هذا قبل بيومين قال عن مذهب عن الأحاديث والآيات في الصفات، قال ومن تكلم في ما نؤمن بها لكن ومن تكلم في معناها ابتدع. التأويل معروف أنه جاء ربك هذه أولها، جاء أمره. ما يكون من نجوى ثلاثة، قال هذا علمه، حتى قيل له واحد يعني يقرأ هذه الآية ويقف عنها ويقول أنا لا أزيد عليه، قال هذا جهمي. ما يكون من نجوى ثلاثة، قال علمه. عرفتم؟ القرآن قال ليس محدثا،
نفى أن يكون محدثا ونفى أن يكون مخلوقا. ومذهب ابن تيمية لا، أن القرآن محدث ليس مخلوقا، ليس مخلوقا. الإمام أحمد عنده لا، الإمام أحمد أصلا عنده القرآن قديم، لأنه لما قيل له القرآن مخلوق قال إذا قلتم كان الله ولا قرآن يعني كان الله ولا علم، لأن القرآن من علم الله. عفوا. وأيضا في هذا الكتاب تنزيه صريح لله عن الجسمية، وهذا التنزيه عندكم بدعة. تنزيه صريح أيضا لله عن الجوارح. نعم، قال الله يدان لكن ليستا جارحتين. أيضا التفويض الذي قال به ولا كيف ولا معنى، هذا أصلا ابن تيمية عنده التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. القرآن لما تقول ليس محدثا، هذا مذهب كلابي عند ابن تيمية. التأويل لسه بيقول لك تأويل، هذا أساس إيش ابن تيمية شو يقول ابن القيم؟ التأويل هو المجاز طاغوت، لكن التأويل معول هدم الدين أو أساس هدم الدين أو هكذا هكذا يعبر. فهذا هنا قال بالتأويل وهذا بالتفويض، وهذا اللي يقول به الأشاعرة. كل نص أو ما تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. إيش غاية ما يستدلون به الوهابية من كلام أحمد وكذا؟ أنه في كتاب السنة هذا لعبد الله أنه قال أنه أثبت الصوت، وأنه قال هؤلاء مجهمية الذين ينفون الصوت. أصلا هذا كتاب السنة في سنده مجهولات، وقد عملنا عليها مجالس. فضلا عن ابن تيمية يقول أنه الصوت نفيا وإثباتا بدعة، هذا ينص عليه نصا صريحا في كتاب في التسعينية هذه وفي الفتاوى الكبرى. لكن هناك يقول يعني قضية الصوت أنه نفي الصوت أو كذا بدعة، لكن هناك يقول نفيا وإثباتا بدعة في التسعينية. لأن لما سألوه القضاة أنت تقول بالصوت؟ قال نفيا وإثباتا بدعة. ما أقول تقول بالجهة؟ قال هذه نفيا وإثباتا بدعة. يقول أيضا أنه أثبت الحد. هذا الشموسي طلع أنه أثبت الحد، جابه من كتاب الكرماني، وهذا الكرماني أصلا ابن تيمية نص على أن في سنده إسناده مظلم، في ظلمات، يقول لك في فضلا عن أن لأحمد أيضا رواية أخرى ينفي عن لا عن الحد مطلقا، أنا لي حلقة في ذلك. قضيت أنه كفر القائل بلفظي بالقرآن مخلوق. طيب، هذه مسألة خلافية، وهذا باعتراف ابن تيمية وابن القيم أن البخاري ومسلم كان البخاري ومسلما كان يقولان بها هذه، ولذلك عودية وأخرج من أخرج هذا البخاري من نيسابور لما زارها وكذا. لاحظ وأنه طيب، وأنه أثبت الكنف لله الإمام أحمد. طيب، معارض بأن ابن المبارك أوله، وأيضا أنه أحمد أثبت الصورة لله، معارض بابن خزيمة أولها. طيب، هذا بقي لكم قضية القبور، هذا سنأتي عليها. أصلا الإمام أحمد على مذهبكم مشرك، هذا لأنه أجاز التوسل والاستغاثة، بل فعل هذه الاستغاثة هذه، وحتى التبرك بالقبور والتمسح بها، وكل هذه في روايات صريحة في جوازها عنه. هذه سنرجع مجلس قادم، لكنه وثق الآن ما سبق. لاحظوا أخواني الكرام، هذا هنا طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ينقل من كتاب، هذا كتاب اعتقاد الإمام المنبل، وفي رواية أنه الإمام المبجل. طيب، اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل، لاحظ هون كيف بيقول لك كان يقول إن لله يدين وهما صفة له في يدين ليستا بجارحتين. لاحظ، وبعدين هون إيش بيقول لك فيهم؟ يعني يقول لك وأنكر على من يقول بالجسم. لاحظ، وقال بأن أهل اللغة وضعوا هذا الجسم لكل ذي طول وعرض وسمك، بينما بده يقول لك لا، الجسم له 3 مليارات تعريف، بيروح بيجيب لك قيل وقيل وقيل وقيل، يقول لك لا، هو من ذي طول وعرض وتركيب وصورة، والله خارج عن ذلك كله. شايف؟ خارج عن الصورة وعن الجسم وعن عما إلى ذلك. لاحظ، بينما هون الفوزان بيقول لك لا، تنزيه الله عن جسمية، هذا لم يرد وهذا بدعة وكذا إلى آخره. طبعا هذا فضلا عن أنه ينزه الله عن الجوارح أيضا، لأنه لما قيل له أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين بيقول لك لا أبدا ما نسلم. لاحظ، لأنه بدليل أنه شوف الآية هنا لما شهدتم علينا، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولذلك يقول لكم شوف هذه تكلمت، هل تكلمت الجلود وتكلمت هنا السماء
بجوف وفم، لا بيقول لك وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا لسان وكذا. بينما ابن باز بيقول لك لا، تنزيه الله عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان، بيقول لك هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. لاحظتم إيش بدك كمان؟ لاحظ هون هون ابن عثيمين شوف بيرد على السفاري لما يقول لك أنه القرآن قديم، يقول له لا القرآن حادث بدليل أنه ما يأتي من ذكر ربه محدث. لاحظ ويقول لك مش صحيح أنه لما تقوله أنه محدث إنزاله، بل هذا تحريف. وهذا ما ينص ابن الإمام أحمد في هذا الكتاب اللي أنت عم بتقول عنه أنه صحيح وكذا، بلاقي لك القرآن ليس محدثا، وبأول هذه الآية ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. لاحظتم؟ وهون أيضا يقول لك أنه قيل له يوم الفتنة أنه كان الله ولا علم، فقال قيل لي يومئذ كان الله ولا قرآن، فقلت لهم كان الله ولا علم. يعني القرآن قديم أزلي مثل العلم، أو هو منه، هو من علم الله. لاحظ، لأنه هو أصلا في أول كتاب السنة هذا للمنسوب لعبد الله هذا، يقول لك أول شيء بيقول لك هذا القرآن من علم الله. لاحظ هون هذا، ونكون هذا فيه كتاب، هذا فيه مجهولان، هذا السمسار وهذا الهروي كما هنا يعترف أنه هذا لم أطلع عليه وهذا لم أعثر إلا ترجمة مقاربة له وكذا إلى آخره. شوف، وهو بيقول لك أول كلمة بيقول لك أنه من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. ليش؟ لأن القرآن من علم الله، فمن حاجك به فيه من بعد ما جاءك من علم. طبعا هذا خلاف مذهب ابن تيمية، لا القرآن عنده القرآن حادث. لاحظتم؟ أما بالنسبة للصورة فنعم الإمام أحمد أنه هون أنه نعم أثبت حديث الصورة، وقال من تأوله فهو جهمي، من قال بأنه الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم فهو جهمي. طيب ما هو هذا قاله ابن خزيمة وهو عندكم أيضا من السلف. لاحظ بلك لا، والمقصود خلق الله آدم على صورة هذا المضروب، يعني مسألة كل خلافيه كل على بعضها. لاحظتم؟ وهون هذه استغاثة الإمام أحمد في الحج بالملائكة. لاحظ لهذا الحديث. لاحظتم؟ هذا من أجل مرحلة قادمة أو المجلس القادم. وهنا جواز تجويزه التمسك بالقبر، وهذا بيقولون هون تحت أنه هذا لا، هذا شرك وكذا. لاحظ أنه هذا من أصول الشرك. وهون نفس الشيء لما إيش ابن باز يقال له أيضا أنه أجاز التبرك بالقبر، بيقول لك هون شوفوا انه لا احمد ليس، بيقول لك بل بدعه واحمد ليس مشرعا. هذا ممكن ناتي عليه. لاحظ هنا ايضا انه بيعترف انه الامام احمد كان يجوز التوسل، بينما الالباني بعد ان يعترف بانه الامام احمد اجاز التوسل، لاحظ بيقول لك لاحظ اجازه التوسل، لكن بيقول لك لا هذا بدعه او هذا غير جائز او كذا الى اخره. يعني الالباني يقول لك غير جائز مع اعترافي بانه احمد اجازه. لاحظتم؟ وهاي هون عندك تاويل وجاء ربك، لاحظ جاء ثوابه، هذا منقول عن احمد باسناد لا غبار عليه. لاحظتم؟ وهون ايضا تاويله للنجوى، ما يكون من نجوى يعني المعيه، ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم، بيقول لك في احد الناس قال انه اقول هذا ولا اجاوزه، يقول لك لا هذا كلام الجهميه، انما المراد انه المقصود به علمه. هو نفس الشيء بيقول له قد تجاهم هذا، اذا بتقول فقط ان الله معنا لاحظتم، لازم تقول انه لا انه هو بعلمه. اذا هو هون عم يوجب التاويل، انه اذا ما اولت فانت جهمي. ولاحظ هون نضبط الوقت، هون بيعترف انه حصل بين البخاري والزهلي قضية النزاع في انه مسألة اللفظ. لاحظ، وحصل نوع من الفرقة، وهذه يفصلها اكثر ابن القيم. هون بيقول لك انه هذا الزهلي قال انه من ذهب الى مجلس محمد سعيد بخاري فاتهموه من اجل ايش؟ هذا من اجل مسألة اللفظ. ومن زعم ان لفظي بالقرآن مخلوق ومبتدع، لانه هذا الوهابي فعضل وهذا بيقول لك لا البخاري ما قال. وشوفوا وهذا الشموسي له مجلس له جلسة له هذا تسجيل في ذلك، هذا سنأتي عليه ان شاء الله. ايش بقى ظل؟ وهذا كتاب اعتقاد امام المنبل احمد بن حنبل للتميمي. لاحظ بيقول لك وسئل قبل موته بايام، لاحظ سئل قبل موته بيوم عن احاديث الصفات، قال تمر كما جاءت ونؤمن بها ولا نرد منها شيئا اذا كانت باسانيد صحاح، ولا يوصف الله لا يوصف باكثر مما وصف به نفسه بلا حد، بما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه. شوف نفي للحد، وهذا قبل ان يموت بايش؟ بايام. لاحظ هنا بيوم واحد، لاحظ
ومن تكلم في معناها ابتدع لها اسكبروها، مش هيشوف الوهابي، ومن تكلم في المعنى مش الكيف، ومن تكلم في معناها ابتدع. لاحظتم ايش بأضل؟ وهذه طبعا ترجعين ناكل عليه. وهاي هون ايضا لما بيقولوا له انت تقول بالجهه، لابن تيميه يقول لك لا، الجهه لاحظ نفيا واثباتا بدعة. وايضا لما يقولوا انت تقول بان الله يتكلم بحرف وصوت وان القران حرف وصوت، يقول لك لا، قول قائل ان القران حرف وصوت قائم به بالله يعني بدعه، كما انه اذا قال بانه انه معنى قائمه بدعة. لم يقل السلف لا هذا ولا ذاك، وليس في كلامي شيء من البدع، لاحظ، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف. إيش بقى بدك يعني؟ وهي هون أصلا بيعترف ابن تيمية بأنه هذه مسألة أنه أن الله يتكلم بصوت، لاحظ أنه هذه مسألة انتشرت الكلام فيها، حدثت في المئة الثالثة وانتشر الكلام فيها في المئة الرابعة، مسألة محدثة، لاحظتم؟ وهنا يعترف كما يعترف هنا أحد الوهابية بذلك. وهذه هون لما يقول يعني أبو عبد الله، لاحظ، إمام أحمد نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، لاحظ، يروح بأولها ابن تيمية يقول لك يعني لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل. ما هو نفسه هذا هذا كلام ابن تيمية تحريف لمعنى كلام أحمد، كلمة ولا معنى يعني لا نحرفها، هو نفسه هذا تحريف لكلام أحمد. أنا لما أقول لك ما معنى هذه الآية يعني ما تحريفها، أنه هيك عم يقول لا معنى يعني لا نحرفها، هو نفسه هذا تحريف، لا حول ولا قوة إلا بالله. مهم هذا هون قضية أنه الكنف، أنه لاحظ أنه يضع عليها كنفه، بيقول لك أنه الإمام أحمد أنه يثبت هذه صفة لله، لاحظ، طيب هذه معارضة بأنه ابن المبارك، لاحظ، بيقول لك كنفه ستره، وهذه هون أيضا ينقلها إيش هذا الدارمي أنه كنفه نعمته، لكن هنا كلام الدارمي مش واضح إذا هذا هو يؤولها نفسه ولا هو ينقل تأويلها، لكن هنا لاحظ أنه عن ابن المبارك أنه لا كنفه ستره. وهي هون قضية الحد، هاي لاحظ وابن تيمية نفسه ينقلها أنه بلا حد ولا غاية مطلقا، لاحظ، بلا حد ولا غاية، وأحيانا في رواية أخرى أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، أنه قال استنبط ابن تيمية بمفهوم المخالفة أنه إذن له حد لكن هو يعلمه ولا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد غيره يعني، لاحظ، بينما هو أصلا بيقلك بآخر الكلام الحد هنا بمعنى اللي هو الصفة، بدليل أنه ولا حد إلا ما وصف به نفسه، يعني ولا صفة إلا ما وصف به نفسه، كما قالوا أنه استوى على العرش بحد يعني بحد الشرع، كما ذكر البياقي، وهذه نقلها دمشقي عنه. وهذه هنا أيضا بفضل أنه خصصنا مجلس إلى أنه اختلفت الرواية عن أحمد، أنه مرة قال بلا حد ولا صفة، وهذا بيقول لك فقد نص على نفي الحد، ومرة بيقول أنه هذا يسأل عن كلام ابن المبارك ربنا على العرش بحد، بيقول لك يقال له ما معنى الحد، بيقول لك لا أعرفه، بيرجع بيجيب لك أنه في رواية أخرى أنه أثبت الحد، وبعدين بيقول لك ما معنى الحد، هل هو حد للعرش أم لذاته أم للاستواء، ثلاث روايات، وهذه سبق أن بسطناها. نكمل المجلس القادم، الحمد لله.